فهد ياسين مركي ويمي ايش اللي يرهدو ايه فرماجة ايه مادين نسا نسا هورتا سيبا يا حي ماليدين كشيكي نسا بشير قوبة مربو مدحكي هانجري سبب تكلفتي ان هذا الصو مقعابو دي بدا لقا صو مقعابو رئيس الوزارو هنا ومركا مقعابي استافوليانا وارين تاس محايا احايد نسا دي قوبة فلا انتبو ملعصن نسا واقي اوجوغي بشير قوبة وحايا حي هيئات أي كفريهين إلى تضمن يا مس سديد حفيز وحفيز والبع أي دولة جاره لها نسا حفيز كإنجليز حفيز كهولن لو هذا حفيز بشغاله كيها لي روانا كتر سين إلى يهدر MI5 هي هولن سيكريت سيرفس كذا لو هذا سبوا شقيه وح كفرنا مريكنكا وح كفرنا إثيوبيا وح كفرنا يعني سديد ودن ayaa waxay kula hayeen xafiisyo iyaga u gaara oo sirta loogu ururiyo looga soo ururiyo Soomaaliya xogteeda loogu soo ururiyo shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyadaas xafiis kasta shaqaalihiisa waxa bixin jiray dawladda ay u shaqeeyaan marka waxay ahaayeen secret service een waagii uu farmaajo prime minister ka noqday ayuu meesha intay yimi oo arkay waxa meesha ka socday wuxuu yiri aaway tii Soomaaliya aaw Soomaaliya ayaa u shaqeeya dadkan dawladda kale u shaqeeyaan awt Soomaaliya meelaha laga raacay oo uu ku waayay prime minister nimadiisi ayay ka mid ahay war xagee lagu arkay hay'ad sirdoon oo wadan leeyahay oo ay ka dhex furan yihiin xafiisyo chaachus nimo oo dalal shisheeye u shaqeeya waxa hadda loo wado oo loo socdo oo dalkan la rabo in lagu celiyana waa taa حاكلفي وحاكلفي نسا وحوغيست ان فهد ياسين مركو يمي مرواد حسوسة تانبان ومرين 2018 يا 2019 متكودي هاي لالها عيدا مدي نسا وكالاد دراي كل قد سوقو كسي داي واو دفاير غري سوما حسوستان ان وحي ماشي جوغي روالا كالاتور حافيسي دي غالا دوالا ودحرة ان يعني أوفيس أفران أو أفران وحن نقضي نسا أي نقضي دالك صوماليا حوك تأير هذين السنة أي تأير حوك صوماليا دانوا وهي بلابين كاونتر انتليجنس أوفنسيف أما وير العلس وير إيه وير العلس انتليجنس سيقى أدونك أو وير كواه صوماليا أو حوك كر هذين أو إيه صودر سنية خبارات جواسيسة سيدي لوغو هرتقلا وحا لسميي شركات حوق له أو قيمة له أو كقول يستطيع نبات قليلة حمر إنه يقع عندك سعرس حمر وحيا هاي ميلا يكون دي لان دادك نمالي الأمنياتك نسا واحد كقول يستطيع إنه يحير قريسو شقالة أن لاقون ودل يرع هذا كور مربع شريف كاك عوضي من كان وضاقع شريف الشيخ أحمد أيا كاك عوضي وحيري ويلال يريرو بسطولة وطال وسي دائما قال دي ويلال عن عدنا أقون أيها الافتقودون عن ساقون ميلك لددوان نفردية إن شقالك إن حرفلها كالدوان يدلك كبرييري مدأ إيه مد كوك إيه مد كاشييرة إيه مد كبابالش لأ إيه مد بابور تدقى إيه مد بجاج تودا إيه مد دكان هايستا مد غاري قعان قضية حتى هوملس باكجر هوملس هوملس ويك وميلاس كفردية سيدي سيكرت سيريس الوية قاني aya dib loogu soo celiyay dadkaasi waa dad 19 iyo 15 oo wada shaqeeya oo isku xiran oo aan cidna aqoon iyo wasiir qaan moojada intoodaas ay istaqaan marka een waxa lagu tijaabiyay project pilot project oo aha ee waxa kale la sameeyay een kamerooyin baa la galiyay magaalada iskoosiyada iyo laamiyada meel walba marar badan bay tijaabiyeen shabaab ku burburiyeen oo dib loo sameeyay hadana ay qarxiyeen oo hadana dib loo sameeyay mar walba waa la dhisa markay qarxiyaan een si loola socdo dhaqdhaqaaqa iyo qofkii hadda wax dilo carar oo kale meeshu aaday iyo meeshu cararay waa la soo qabanay waxa dhacday oo arinta ka dhalatay projectigaas inta lagu tijaabiyay saddex degmo markuu guuleystay oo saddex kale oo saddex kale oo saddex kale Muqdisho inay noqotay meel nadiif ah madax jabis iyo amniyad nadiif ah oo ay san dhici karin intay soo galaan masaajidka dhexdiisa inay dad ku toogtaan bac 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 si samayn jiray oo iska dhaqaaqaan turki مال عدي يقول قلت كواه مساجد لا قواش هو جدا قف معنا له وكواش مساجد قلت كذا ببلغه
موجودة نسا وحي أقدبتي ما الآن لقيلي شرين أو نكان اللي يرادو شريف وبيحيي اللي يرادو حلاني سيقاب بيحيي كل قد وا contracted داد بالوصي حي صدن صنع فرتسن نيك اللي حسن شيخنا وهو كمي دي هاي contractors وكمي دي دادك العقدة كهلا إلا إيها دير بكمي دي وحا لقصة ما يستي income يو شقو بقالو لو يغانا لو أبوري يغانا كسا ما يستي وحي أودع دي نيسا هالكاس أودع حيابا حدا بوقة أغو بدن كعيي وكالفاي دودة دا إنجليس كويني فريسين ويدو وليابلة باني دي كدر هي وقارين تاني ساكو تعالو حفيز كما دحوين حسن شير وحكا شغين جري لبان وقالا مركي فرماجو حفيز كسوغل لبانين وإنجليس وعدان هي دور صومالية وكل قوت سفارة دا إنجليس كو أي مشهر كو دبس باوحكا شغين حفيز إيه ورقادها وقرا إيه والسمائية را نيو حي تري ورقدها لقريه سومالي هايو مر ولا ورقد لقره يدو بدلن بو كانا يدو بدلن بو كانا ولا سيداي ما اسمه شيغي لكن مرد ما لسيداي ولا دري سفارته شغاله وي خبال لقره وحياه لسكو قبصدي لو لو فهمي وخا كميدها ان وخا كقرنا ان قابكه سومالي عيدمده لو حبيني وانا خيابه انجليزي ااد او عريسان يها الى اي حد واي قايد لاي دلك مرك دولان با لو يي مرك اندلنا xoga badan oo aan sheegi karin ay jiraan kuwa badan oo aan la idin sheegi karin dawladdu ay san faafin karin ama shaacin karin ay jiraan ina wax maqashaan baa loo baahay waxa kamid aha ciidanka Soomaaliya markii hore wuxuu u abuurnaa dawladdi siyaad baray iyo dawladdi ka horeeyba wuxuu u abuurnaa inuu ku wajahan yahay dariska oo Kenya iyo Ethiopia uu ku wajahan yahay qaab dhismeedkiisuna qaabka uu sameeyay ciidan marka ballaaran oo xuduudahaas inta la eeg difaaci kara oo dagaal ka qayb gali dagaal gali kara oo dawladaha la diri kara ayaa sameyska qab sameyska Soomaali ciidankeedu waa arkaysan nimankii ingiriiska ahaa iyaga qaareeyay waxay ka bedeleen qaabkaas waxay u bedeleen wax internal oo gudaha u soo jeeda oo ciidamadu waxay u jeedaan gudaha waxa ay la dagaalamayaan ciidda loo dhisay iyo tababarka la siinayo meesha ku wajahantahay waa shacabka Soomaali een dagaal ogeyaasha iyo qabqablayaasha iyo argagixisada iyo waxas ku wajahan guduhu ku soo jeeda dibadda uma jeedo looma ogolayn inuu dibadda fiiriyo waxa ku qornaa warqada 18,000 inuu san ciidanku ka badan kari marka way ka tirtireen dawladdu markii la qorayay waraaqaha oo ninkaas aan idin sheegay Soomaaliga uu wax ka qorayay waa la tirtiray warqadii buu qaaday uu soo edit gareeyay uu soo celiyay waa la fiiriyay 18,000 baa ku qoran warqadahan waxaan waati laga tirtiray maxaa ku soo celiyay haddana waa laga tiray waa loo dhiibay waa la tagay waa soo celiyay waa ku tirtay haddana 18 marka la la hadlo liiraan maxay tahay waxaan hadli maayay waxna sheegi maayay dhus ku qabsanaya ay afkaba taasule waxa la tinaya maya waxa sheegi maayay marka way marka la fahmay warqadii inta laga qaado laga la wareegay oo la qoray sagina waa la diray dawladahaas noocaas bay nimankaasi ku shaqeyn jireen oo dawlad ku sheegan jireen dawlad madaxtooyadeedii ay niman safaarada ingiriiska ka shaqeeyo cadaanii ay ka shaqeynayaan iyagu warqadaha qorayaan oo dokumentiga sameynayaan everything oo ka soo baxay xafiiskaas ay ogiin xagee lagu arkay dawlad ba mise waa makhayad la isla leeyahay ma dawlad ba mise makhayad la isla leeyahay saw soo gali karaan in cadaan ay nin ajnabi ah wadanka u shaqeeyo iyo nin shaqaale ah oo safaarad shaqaale oo sayid madaxtooyada gudaheed uga shaqeyn kara soo tii loo sameyn jiray xuduud go'an oo ay tagi karaan meelaha ay kafee ka cabaan iyo meelaha ay ka adeegtaan iyo inay ku ciyaaraan iyo inay san dhaafi karin secret service kuna iyaga ugaarsan jiray la waardiyeen jiray soo taysa ahay arintaas aad dib u soo laabatay arinta la mari la yahay oo laga yaaban yahay Soomaaliya dawladnimo looma ogola maxmiyad kulli ay ku jirto oo 100% waxa lagu guuleystay hadda oo dawladda farmaajo ay ku guuleysatay Soomaaliya inay ka horeeyso maxmiyadaas ama gumeysigaas ay ka soo saartay ilaa 167 ay ka soo saartay wali ma dhamma wali waa lagu haystaa waxyaabaha keenaya in la soo isticmaalo insiders dad gudaha ku jira la isticmaalo oo marka isaguna uu tolaay intuu yiraa soo urursado niman magaraysa dawladda burburinayo mucaaradka uu soo urursado oo marka dawladdi from within laga burburiyo waxa keenaya inta dalkan looma ogola inuu dego inuu dawladnimo fuul ah gaaran looma ogola
inuu xor noqdana looma ogola. Waxaa la rabaa inay maxamiyad ku jirto. Marka haddaa maqashaan, marar badan baan idiin sheegay iyadoo kooban, haddaa maqashaan weerar nisa ku socda, ogaada waa weerar ku socda xornimadaada, weerar ku socda madax banaanida, weerar ku socda calanka iyo dowladnimada. Waa waxaan lagu ogolayn inaa xor ahaatid. Intaa horta ogaada